پیر میں دعوت دیتا ہوں زنت القرا فخر القرا قاری قرآن قاری امانت علی سیفی صاحب تشریف لاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مقدسہ سے ہمارے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب قبلہ قاری امانت علی سیفی صاحب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما شاء الله سبحان الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ما شاء الله کیا بات وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان وكان الله بكل شيء عليماً
صدق الله العظيم.